طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلة المحلية. بداية نستهلها بأبرز العناوين. السلطة المحلية تطلع على سير الأعمال التي تنفذها الأشغال العامة محور حضرموت بالمكلة. تجمع لمياه الأمطار في شوارع المكلة يعيق حركة المرور. السلطة المحلية بوادي حضرموت تطلع على سير الأعمال في عدد من مشاريع البنية التحتية الصحية.